أنا منذ 50 عاما أراقب حال العرب، أنا منذ 50 عاما أراقب حال العرب، وهم يرعدون ولا يمطرون، وهم يدخلون الحروب ولا يخرجون، وهم يعلكون جلود البلاغة علكا ولا يهضمون. أنا منذ 50 عاما أحاول رسم بلاد تسمى مجازا بلاد العرب، رسمت بلون الشرايين حينا، وحينا رسمت بلون الغضب، وحين انتهى الرسم، وحين انتهى الرسم سألت نفسي: إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرب ففي أي مقبرة يدفنون؟ ومن سوف يبكي عليهم وليس لديهم بنات وليس لديهم بنون؟ وليس هنالك حزن وليس هنالك من يحزنون؟ ماذا لو اتحد العرب؟ يجيب عن السؤال تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية، تقرير مهم، السؤال الحرج الذي تتجاهله الأنظمة العربية: ماذا لو اتحدت الدول العربية؟ النتيجة 5 تريليون و990 مليار دولار إجمالي الناتج القومي المحلي، المرتبة الرابعة، ده بيخليها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. المساحة الإجمالية للمنطقة هتكون 13 مليون و500 ألف كيلو متر مربع، وبكده بتحتل المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية. عدد السكان هيبقى 385 مليون نسمة، وده بيخلينا في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند. الجيش العربي هيتكون من 4 مليون جندي، 9000 طيارة حربية، 4000 طيارة هليكوبتر، 19000 دبابة، 51000 سيارة حربية، 84 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة في السودان بس بتنتج سنوياً 760 مليون طن قمح، امسك اعصابك، 370 مليون راس من البقر، تقريبا بقرة لكل مواطن، 410 مليون راس خرفان، 850 مليون دجاج. تغطية 8% بس من الصحراء الليبية بخلايا شمسية بيكفي الانتاج 20 مليون ساعة جيجا وات، وده بيكفي لاحتياج كامل الكرة الأرضية من الكهرباء. 24 مليون برميل يوميا انتاج اتحاد الدول العربية من النفط، وده يعادل 32% من إجمالي الإنتاج العالمي. 29 مليار دولار سنويا قيمة الزكاة، 2.5% من إجمالي الأموال المحفوظة دون تشغيل. أموال الزكاة بس تخلينا نبني كل سنة 25 مدينة، 10 مستشفيات، 20 مدرسة، 3 مطارات، 7 جامعات. العرب سيكتسحون العالم. ما تكلمناش عن حجم التجارة البينية المهول، ما تكلمناش عن عروض سياحية ومدخول سياحي لا يمكن تخيله، شواطئ، أثار، غابات، سفاري، سياحة دينية، اتغدى في سوسة وتعشى في مراكش، غنينا عشرات الأغاني وألفت عشرات القصائد عن وحدتنا، لكننا ما بنتحدش. طب احنا ما بنتحدش ليه؟ عشان بأسنا بيننا شديد. ليه؟ عشان ما فيش شعوب بتختار قائدها غير مسموح، اللي بيختار حكامك أعدائك أو في أحسن التصورات منافسيك، وحدتك هتضربهم في مقتل. ما بنتحدش ليه؟ عشان هناك خونة يجلسون على عروش. البند الأول في الوصول أو البقاء على كرسي العرش بيقول: إلا الوحدة، موتوا بعض، حاربوا بعض، عيروا بعض، لكن إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتحدوا مع بعض. إكسلن تسمح ببقاء دولة قوية بجوارها، زد طمعانة في إف، إتش بتموت إن، كله مع ضد بعضه. ما تقلقش، هنبيع لك سلاح وهنبيع له سلاح، هندعمك جهرا وندعمه سرا. امتى نتحد؟ عندما يبعث الله رجلا يخلص الامه من الخونه، او اذا شئت الدقه يطهرنا من الخيانه، ولما يطهرنا من الخيانه هيقضي على السرطان المزروع في جسد الامه عشان نبقى امه يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله غالب.